اعتادت الجوقة لمدة أكثر من 12 عاماً أن تقدم أمسيات تراتيل لمناسبات مختلفة تتخللها تراتيل منوعة فيها درجة معينة من الترابط، إلا أن هذه الأمسية ستكون مميزة حيث سنقوم بتقديم ما يسمى فن الأوريتاريو. إن كلمة أوريتاريو مشتقة من الفعل اللاتيني أورار الذي يعني يصلي، وهو عبارة عن ملحمة دينية مغناة ذات مواضيع وألحان مترابطة مع توزيع موسيقي. وهذا الأوريتاريو التي تقدمه جوقة ينبوع المحبة للسنة الثانية على التوالي هو عمل فريد من نوعه، حيث أنه أول أوريتاريو أردني على الإطلاق وثاني أوريتاريو في الوطن العربي. اسم الأوريتاريو يسوع ينبوع المحبة، وهو يتناول قصة الفداء من الخلق وحتى القيامة والصعود. تم تحضيره على مدار 5 أشهر بكلمات وألحان من الإنجيل والجوقة وبعض الألحان الطقسية ومن السويد ولبنان، وقام التوزيع الموسيقي عدد من الموزعين من داخل الأردن ومن السويد، ويقدم بالعمل حوالي 100 مرتل وعازف مع الاستعانة ببعض عازفي المعهد الوطني. ومن الجدير بالذكر وأننا سنقوم بتقديم نفس هذا العمل في النمسا وهنغاريا والسويد في الصيف المقبل من هذا العام. فلنعش معا خبرة الخلاص، ولنكتشف حب الله الأزلي لنا الظاهر في يسوع المسيح ينبوع المحبة. والآن رحبوا معي بجوقة ينبوع المحبة. Thank you.
Oh,
فافعل بها
حزينة 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 يا نفسي، حزينة 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 يا نفسي، حزينة 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 يا نفسي، حزينة 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 يا نفسي. لكن مشيئتك لا مشيئتي، لكن مشيئتك لا مشيئتي، لكن مشيئتك لا مشيئتي. حزينة 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 يا نفسي، حزينة 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 يا نفسي. من تطلبون يسوع الناصري، من تطلبون يسوع الناصري، من تطلبون يسوع الناصري. أنا هو أنا هو أنا هو أنا تسلموا 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 ابن الإنسان. أبي قبلات أبي قبلات تسلموا ابن الإنسان. قامدوا على يسوع الناصري،
فالتفت الرب ونظر لبطرس التفت الرب ونظر لبطرس فتذكر بطرس كلام الرب قبل أن يصيح الديك اليوم 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 تنكرني ثلاث مرات تنكرني ثلاث مرات فبكى Thank you.
وكللوا يسوع بالشوك وألبسوه الأرجوان وحمل الصليب وسار الطريق الجلجل الطويل مع سمعان وحمل الصليب وسار الطريق جلجل الطويل مع كي يمحو الآثام سال الدماغ تحمل الآلام لم يفتح فاه ذاق العذاب هي لم يفتح فاه
Thank you.
أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ لقد قام يسوع من القبر كما سبق وقال: ومنحنا الحياة الأبدية وعظيم الرحمة. الخلاص قد تم، والحمل قد ذبح، والوليمة السماوية قد أعدت، فلماذا نرفض المجيء إليها مفضلين عليها الوليمة الأرضية الزائلة؟ هل سألنا ذاتنا يوماً ما معنى حياتنا؟ وما معنى الألم؟ إلى أين نحن سائرون؟ هل الموت هو النهاية؟ وهل الألم إلى ما لا نهاية؟ كلا، كلا، فيسوع مات وقام، جدد كل شيء، غفر خطايانا وفتح لنا باب الفردوس ودعانا جميعا إليه بعد أن نكون قد قبلناه وعشنا حياة محبة وغفران وخدمة تليق بالدعوة التي دعينا إليها. فهل نقبل دعوته لنا؟ الألم في حياتنا سينتهي يوماً من الأيام، لكن بإمكانه أن يصبح وسيلة خلاص
إذا عرفنا أن نقبله في حياتنا ونقدمه ذبيحة حب للرب مثلما فعل على الصليب، لأنه يعرف أن يخرج من الشر الخير. نحن مدعوون أن نستجيب لدعوة المسيح اليومية، مدعوون أن نستجيب لدعوة يسوع اليومية لنا لقبوله في حياتنا والدخول إلى الملكوت والتمتع معه بالفرح الأبدي. فالدعوة عامة، هل نقبلها؟
بشارة للناس أجمعين، أعلن البشارة للناس أجمعين، أعلن البشارة للناس أجمعين. ربي أنت بعيد، ربي أنت بعيد، ربي أنت بعيد، أنت بعيد. ها أنا معكم لدهر الداهرين، لدهر الداهرين. ربي أعطينا المزيد، أعطينا المزيد، أعطينا المزيد، أعطينا المزيد، أعطينا المزيد. ربي أعطينا المزيد، أعطينا المزيد، أعطينا المزيد، أعطينا المزيد. الروح القدس يهبكم القوة، الروح القدس يهبكم القوة، يهبكم